أشادت الأوساط الرياضية الخليجية والعربية بالشيخ الراحل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة الرئيس السابق لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية الذي توفي في المنامة الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 82 عاما. ويعد الشيخ عيسى الرئيس السابق للاتحاد البحريني لكرة القدم واحدا من أشهر الشخصيات الرياضية في المنطقة وأحد مؤسسي بطولة كأس الخليج لكرة القدم التي انطلقت لأول مرة في البحرين عام 1970، وهو أحد رموز الرياضة الخليجية الذي عاصر مختلف الأجيال وترك إرثا طيبا في صفحات تاريخها الرياضي. من جديد أعزائي المشاهدين أرحب بضيفي من المنامة مستشار الإعلام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الزميل نضال بحران. أستاذ نضال، قبل ما أعود وياك الحديث على تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على الأحداث والفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم، لابد وأن نستذكر الحدث الأبرز قبل أيام وهو رحيل أيقونة الرياضة الخليجية والعربية المغفور له الشيخ عيسى بن راشد. ماذا تقول عن هذا الرحيل الذي أحزن أهل الرياضة في المنطقة؟ نعم أستاذ حسام، يعني تقريبا اليوم يعني مر أسبوع كامل على رحيل فقيد الأسرة الرياضية البحرينية والعربية والخليجية والآسيوية. نعم. معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة الذي ترك رحيله أثرا كبيرا في نفوس محبيه ليس فقط داخل البحرين وإنما في كل بقاع العالم العربي ومختلف دول القارة الآسيوية أيضا. يعني معالي الشيخ عيسى بن راشد يعني قد تعجز الكلمات عن وصف مكانته في قلوب محبيه داخل وخارج البحرين. الشيخ عيسى بن راشد من الشخصيات القليلة التي لا تجد لها خصوما أستاذ حسام، يعني من النادر أن تجد شخصية سواء رياضية أو سياسية أو اقتصادية من غير خصوم. الشيخ عيسى بن راشد هو من تلك الشخصيات التي لا خصوم لها، الكل أجمع على محبته واحترامه وتقديره، كان أبا روحيا للرياضة البحرينية. هنا في البحرين يعتبرون أن الرياضة البحرينية وحتى الخليجية يعني أصبحت تعاني من ما يشبه اليتم بعد رحيل الشيخ عيسى بن راشد الذي عايش البطولات الرياضية الخليجية وتحديدا دورة كأس الخليج منذ انطلاقتها في البحرين عام 1970 حتى النسخة الأخيرة، 5 عقود كاملة من دورات كأس الخليج. كان الشيخ عيسى بن راشد هو القاسم المشترك الأهم في تلك الدورات بدماثة أخلاقه باحترامه للجميع. نعم الله يرحمه. فرحيله يعني أكيد. خسارة للجميع. أستاذ نضال، احنا تابعناه والتقينا به بكل بطولات الخليج اللي هو كان يعني هو ورموز هذه البطولة دائما حاضر، وهناك أيضا يعني خصوصية يعني للعراقيين أيضا محبة خاصة للشيخ عيسى بن راشد اللي يحب العراقيين بشكل يعني كبير. الفنان أيضا قاسم ماجد المقيم بالبحرين أيضا يعني تأثر بهذا الحدث، وحتى يعني يقول أنه كان فاتح بيته إنه يعني 24 ساعة احنا ببيته. الرجل يعني للرياضيين والفنانين بالمناسبة هو يعني شاعر غنائي وأديب مثل ما تعرف، وأغانية الخالدة واقف على بابهم وغيرها من الأغاني الجميلة. يعني رجل شفاف بكل معنى الكلمة، الله يرحمه وإن شاء الله مثواه الجنة. آمين. يعني بالفعل زي ما ذكرت أستاذ حسام هو أب للجميع، أب للرياضيين الفنانين حتى الناس العاديين تجده. صحيح. أيضا في الشارع البحريني في مجمعات تجارية يسلم على الجميع يلتقط رجل معهم. نعم شعبي هو يتبادل معهم الأحد. نعم كان شاعرا الله يرحمه. طيب ما زالت يعني تشكل إرثا فنيا هنا في البحرين ودول الخليج عموما، رحمه الله ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته بإذن الله.